السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا أيها الكرام، فهذا اليوم السعيد يوم الأحد، للا فردوس الأستاذة القديرة للا هدى زارونا، جاو عندنا زيارة البيت ديالنا، ودابا بغينا يطربونا، بغينا يمتعونا بما أحل الله، بغيناهم يمتعونا. نعم سيدي، شوفوا تبارك الله هاد التلة هادي، الله 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 الله، القصر الكبير الشريف راه فيه ما يدار. يلا لالا فردوس تقدمي، انت دابا الان على الهواء، يلا اكرمينا اطربي مسامعنا، يلا توكلي على الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وهجرهم هجرا جميلا وظني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. الله، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما حسبك الآن. الله 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 الله، يا سلام عليك فردوس، حفظك الله ورعاك، والله تعالى يبارك فيك. دابا نمشيو عند الأستاذة. الله، هذه الأستاذة، نعم أستاذة هدى. يلا أستاذة هدى أطربينا، يلا توكلي على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها
كذب حسبك الآن. الله 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 يا ربي الحبيب، يا سلام. أهنئكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يا سلام يا سلام يا سلام. أنا بعد القلب ديالي قد امتلأ نعم حبا فيكم عندما أطربتموني بهذه القراءة العطرة وبهذه الزيارة المباركة لله فردوس ولله هدى. الله يحفظكم والله عز وجل، يجعلكم من الصالحات القانتات. الله 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 الله. ها الصورة ديالكم دعوة، ها الصورة ديالكم، ها الجلسة ديالكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا زال الخير في أمتي حتى تقوم الساعة. وأخيرا الله لا يزال التعبير يختفي، الكلام يختفي، والله العظيم لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو الوصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذب حسبك الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. الله. إن لدينا أنكالا وجحيما.
حسبك الآن.